بوسير كومبروكا ذكرى مولد نبوي سعيد ان شاء الله. بالنسبه للحركه في مقارنه مع العام اللي فاتوا قبل كورونا كانت القضيه شويه هذا العام القضيه شويه الله يجعل شي بركه الحمد لله على كل حال. بالنسبه احنا بطنا الاثمنه بزاف يعني لدرجه اللي هابطه بزاف وما كاينش الاقبال ونتمنوا من الله تعالى الخير والله يرفع علينا هذا الوباء. بعد الحله الجديده عندها وكنا تنتمناو تكون هاد الحله الجديده ديال هاد القيصريه هذه تكون برواج جديد وبنفس جديد، ولكن تنعانيو من الركود بسبب هاد الازمه ديال هاد الوباء اللي تفشى مؤخرا في العالم اجمع، والركود بصفه عامه تتعاني منه العالم ولكن بالخصوص الصناعه التقليديه اللي تنعنيو بها التكشيطه القفطان انها عانت من هذا المشكل بزاف. فيما يخص حنا في الرواج ديالنا تنعرفوا كما قلت تنعرفوا ركود، وهذا راجع ماشي غير الكورونا، واني كانت قبل كورونا كان عندنا ركود، لان المساله اللي فيها هو ان كاينه اوراش كثيره الولوجيه لمدينه سالا والتي تعذر على الزوال انه يدخل المدينه لان كاينه اوراش، ومن هذا المنبر تنادي اصحاب الشان المعنيين بالشان مدينه سالا انهم يسرعوا لنا من المداخل ديال مدينه سالا لان تتعرقل دخول الناس للمدينه. هذه من جهه، من جهه ثانيه هو كاين بطء في الاشغال ديال هذا البرنامج ديال التهيئه.